انتشر في الآونة الأخيرة أو على الأقل اللي أنا قمت ألاحظه، ناس يدخلون في الكومنتات أو بالشات يتخذون شخصيات ملحدين ويسبون بشكل وقح، يسبون الأشخاص بالشات. يعني ياخذ له مثلا، يدش مثلا في شخصية وهمية بس ياخذ شخصية سنحاريب ويدش على الشات ويقعد يسب فيني أنا أو يسب في أحد الملحدين الآخرين وهكذا. وهذا تكرر كثيرا بالآونة الأخيرة. طبعا أنا اللي أبي أقوله، أنا هذول طبعا ما يهم، وكذلك بالكومنتات على فكرة، يعني اللي قاعد تطلع قصدي بعد الفيديو تشوف مثلا الكومنتس تلقى أو التعليقات تشوف مثلا نفس الكلام وكلام بذيء. يعني إذا هذا الكلام، طبعا احنا نعرف انه مهما يكون مشاكل بيننا وبين بعض، الشخص اللي يقول هالكلام ما معقول يطلع بشخصيته الحقيقية. وحتى لما تعمل تريد ان تذهب الى قناته تشوف من هو، تشوف انه هو منتحل قناة الشخص الثاني. يعني بطريقة سهلة ممكن نكتشف ان الشخص هذا مزيف وليس من يدعي إن هو. فاللي حاصل إن أنا عندي رسالة لهؤلاء، أريد أن أقول لهم أنك أنت تريد أن تضرب أسفين بين الملحدين، أنت لا تفعل ذلك. في الواقع أنت تبين ما هي طينتك، ما هو أصلك، ولأي درجة من الوقاحة والانحطاط أنت. فهذا يعيبك ولا يعيب الشخص الذي أنت تسبه أو تشتمه أو يعني أو تقل أدبك تجاهه، لا هو ولا الشخص اللي أنت انتحلت شخصيته. فأنا كل يعني الملحدين سواء اللي أنا علاقة زينة وياهم أو حتى صارت مشاكل في الماضي، هذا مو معناته إن أعتقد يعني إن هم اللي جو. أنا أقول لهؤلاء أنا أعرف أنكم يعني أنت مو أنتوا اللي قاعد تسبون ولا أنتوا اللي قاعد تشتمون تقلون أدبكم، أعرف هذا الشيء. وأرجو أيضا من الملحدين، وخصوصا آخر مرة آخر حلقة صار في شجار في الشات، شلنا الشات أصلا، شلناه مولي أبا الحكم قال خنشيله. أنا لاحظت هذا في اللي هذا اللي دماغك المخادع. بالضبط أي صار مهاترات يعني سخيفة جدا، وطلب مني أبو الحكم قال كيف نشيل التعليقات، يعني احنا مريد نلغي الحلقة بسبب هؤلاء التافهين. بالضبط، لأن الحلقة قيمة يعني. بالضبط. فاللي أبي أقوله يعني أن الناس اللي قاعدين بالكومنتس أو بالشات، إذا هم يريدون، نحن لا نريد أن نشيل الشات، الصراحة الشات حلو، وحتى اللي ما يشوفه بعدين ممكن يرجع للشات ويشوف منو سأل عنه، منو خصوصا أنا أحب أشوفه بعدين. أنا على فكرة أنا لا أرى فيديوهاتي، أنا لما أرجع أروح للشات أشوف الشات، أشوف الأسئلة، أشوف الناس شو تقول، شنو تبي، شنو الجديد اللي تحتاج أن تعرفه منكم أتعلم. لكن إذا صار في ناس يدخلون ويحاولون أن يشوشون، فهذا أعتقد الأفضل أنكم ما تعطون لهم بال. يعني تهدونهم، اللي يتكلم ويقول هالكلام هو فقط يعني يحط من شأنه هو، ولا يحط من شأن اللي قاعد يسبه ولا من شأن اللي قاعد ينتحل شخصيته. فهذه كانت النقطة الأولى، ما أبي أطول فيها لأن بصراحة هو الإنسان اللي سوى كذي لا يستحق.